متى عودت الرئيس سعد الحريري مثل ما قلنا هلأ أنه وقع مرسوم دعوة الهيئات النائبة؟ الرئيس الحريري هون، الرئيس الحريري فيكي وفيه وبكل يعني طيار المستقبل، وبالسبعين بالمية حسب الإحصاء الجديد اللي انعمل، أو بالثلاثة وسبعين بالمية حسب الإحصاء يلي بيقولوا أنه هو بعده زعيم السنة الأول. هذا عم نحكي بالسنة، غير الناس الأوادم بالبلد اللي بيحبوه واللي بيقدروه. رئيس حريري ابدا ما ترك، الرئيس حريري على طول معنا على الزوم وعلى كل التواصل يعني الاجتماعي وحاضر. يعني اليوم في دول بالعالم عم تندار كلها على التواصل الاجتماعي وعلى الاجتماعات الزوم ميتينج والسيجنال، فحاجه يتخبوا بخيرات اصبعهم. بس البعض يقول، وحتى في تصاريح عم نسمعها وعم تنتشر على السوشيال ميديا، انه اغلق بيت الحريري. ليش رحتوا على البيت ولقيتوه مسكر؟ بالعكس بدك تخطبهم لإلهم للي عم بيقولوا لن يغلق بيت الحريري، وهيدا انه رح يعني المستقبل رح يعني ينفض. هيدا حلم ابليس بالجنه. تعرف شو حلم ابليس بالجنة؟ هذا مثله. عم بترد على كل ما قيل انه تيار المستقبل سيحل، وانه الرئيس الحريري ابلغكم انه رح يحل تيار المستقبل. مش صحيح الكلام، ولا ابلغنا بهالموضوع ابدا ابدا ابدا. كنا كل الوقت بجلساتنا عم نعمل تقييم للمرحلة اللي مرقت، وللطعون اللي اخده الرئيس الحريري من كل اللي بيعتبروا حالهم هن يعني محبين واصدقاء وكانوا يعني معنا وحوالينا، وعم بيعمل تقييم كان ذاتي، وهذا لا بتزيد ولا بتنقص، ما صار شيء اكثر. رح نفصلهم، لكن هيدا التقييم. وانا كنت كل الوقت يعني بحوار معه بهالموضوع، يمكن اخذت اكثر وقت ممكن مع بالجلسه انا وعم بتحاور مع الرئيس، والكل كنا موجودين. ابدا ما اجى هالكلام منه ابدا 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 ابدا. رح نفصل هيدا التقييم اللي عملتوه والطعنات اللي كمان تلقيتوها من الحلفاء ومن الخصوم. والله دائما الطعنه من الحليف اقوى بتبقى. قال له 100 عدو برات البيت ولا عدو جوات البيت. عن مين تحديدا؟ كتار كتار، وهن بيعرفوا حالهم. صاروا انا يعني بحديث اذا بدك بعالم السياسي، صار لي 3 سنين وشوي نائب، وما كنت اتعاطى بالسياسي، بس اكتشفت انه ما كتير فيها جنتلمنز يعني الخبرية، وما كتير ناس صادقين معك. يعني بتروحي بمسيرة طويلة عريضة بلش فيها من 2005 الرئيس الحريري، ما عم نشوف حلفاء ثابتين حدنا. يعني اذا نهار اللي انت يعني بتعرجي لك هيك بتعملي لك غلطة صغيرة، بتقوم القيامة عليك، بيكون اللي عامل الغلطة اكبر منك وهو وصلك عليها، بتقوم لقيامة انت عليك يعني. طب لانه جسمنا لبيس لها. بس كمان انتو ما كنتوا كتير ثابتين مع حلفائكم، يعني انا اذا بدي احكي رأي الاخرين اللي عم بتتلمح عليهم، اللي هن القوات والاشتراك اللي هودي حلفائك الطبيعي. اذا بدك على القوات يعني مين بجيب الرئيس؟ مين كان طالب انه رئيس الجمهورية ميشيل عون يكون هو رئيس الجمهورية ورفض سليمان فرنجية؟ نحن بس هو بيعتبر انه انا كحليف طبيعي لكم، بدك انت ترشحني لإلك. 50 مرة تيار المستقبل والرئيس الحريري على مجلس النواب، واعلنوا تأييدهم للدكتور جعجع على الرئاسة، وين بيكون غلط؟ ما قدرنا نعمل رئاسة بسنتين ونص، حاولنا نمرق بمعالي الوزير سليمان فرنجية، هذا الرجال زلمة محترم، حاولنا نمرق فيه ما رفضوا. بدهم الرئيس ميشيل عون، تفضل هيدي نتيجتها. طب بس كمان المأخذ عليكم، لما حاول الرئيس السني، بدي احكيها مثل ما هي، لما حاول الرئيس السني يحط ايده مع الرئيس المسيحي زعلوا المسيحيين الباقيين. يعني شو بدي اقول لك؟ انه البلد، وبعدين هن ما طلعوا يعني كمان بالرئاسة مع الرئيس الحريري يعني كما يجب. انا اليوم زعلي احكي بموضوع التكليف، بموضوع التكليف وتسهيل لا حتى بالجلسات يعني كانوا اللي تصير بمجلس الوزراء ما كانوا يسهلوا الامور. يعني عندنا صهر العهد، يمكن ويلة العهد هو، شو بدي اقول لك؟ وكان القوات اللبنانية متواطئة مع صهر العهد. بوين؟ بمجلس الوزراء. لما عملوا اتفاقية مع رابط قاسم المسيحية مناصفة بالوظائف وبكل المواضيع. شو يعني نحن ما بنعرف؟ لما اختلفوا على القسمة أكيد صار في مشكلة. طب
طيب بس كمان وجهة نظر القوات انه مش بس لانكم انتم رحتوا رشحت القوات، لا لان بلشنا بالطعنات، بالطعنات اللي اكلها 100%. بعدين انه في الاخرين كمان يعني رح نفصلهم ونهار ما بيحبونا، رح نفصلهم ونهار بيسبونا ونهار ما بيسبونا. يا اما حليف على طول يا اما منك حليف على طول، رح نفصلهم. نعم. بس بدي لانهي موضوع القوات. نعم. كمان ماخذ القوات على تيار المستقبل، انكم حطيتوا ايدكم بايد حزب الله اللي هن سياستهم معروفة ضد حزب الله. حطينا ايدنا بالمحل اللي اخذوه فيه للرئيس الحريري يلي هو الرئيس ميشيل عون، وهن كانوا بيعرفوا تماما انه في اتفاقية يلي معمولة بين العونيين وحزب الله، والرئيس عون مش رح يتركها، وحزب الله مش رح يتركوه للرئيس عون. لو كان فعلا حزب الله ما بدهم رئيس عون او ما بدهم العونيين كنا هلا يعني بألف نعيم بالبلد. يمكن احنا حاولنا ننقذ البلد على 3 سنين، كان همه الوحيد الرئيس حريري انه يوصل لاخر النفق. شو عم بيعملوا على الطريق مش الحال، شويه اخطاء شويه اضافات شويه طلعات ونزلات، كان همه يوصل لاخره، ما قدر يوصل. وقال انا ما قدرت انجح، واعترف وقال انا رايح على بيتي. لما رجعوا طلبوه بعد سنه من بعد الديفولت العظيم اللي عملته وزارة دولة الرئيس العظيم حسان دياب وخرب البلد وخرب الاقتصاد فيه، حاولنا نرجع يقرب، ما بده رئيس الجمهورية ولا فريق العهد لا حزب الله. خلينا بقى يعني حاجة ولا بده سمير جعجع زلمة آدمي يجي يعمل رئيس حكومي، مع انه هو يعني بدم بيه طلعوا من الحبس وجابوا للرئيس عون من فرنسا. يعني نحن الرئيس حريري اكثر واحد قدم للبلد بكل احترام، انا مش لك مش محبه فيه، بس انا بحبه لسعد الحريري لانه منه طائفي. كلهم عم بيتصرفوا بطائفيه الا سعد الحريري، عم بيتصرف لبنانيا ووطنيا بكل احترام. مش ضروري نضلنا يعني نبخر، انا ما عم بخر، بس حدا يقول لي لا مش بدم رفيق الحريري ظهروا السوريين، مش بدم رفيق الحريري طلع سمير جعجع من الحبس، مش بدم رفيق الحريري رجع ميشيل عون من فرنسا. شو المطلوب بعد يعني؟ مش سعد الحريري عمل اتفاقية مع سمير جعجع لجيبه الرئيس عون رئيس جمهورية؟ نحن ما كان معنا خبر شو صاير في اتفاق بين بعضهم، وانا من فترة عرفت من الرئيس الحريري. انت كيف كنت تقبل انه يكون في اتفاق لتقاسم المسح؟ ما في مسحيين اخرين. قال لي انا ما كان معي خبر. طب بس كان لو كان معي خبر يا بحميه لسمير جعجع بقول له وقف في شيء غلط عم. طب بس كان في تقاسم حصص ايضا بين تيار المستقبل والوزير جبران باسيل باول ببدايه هذا العهد. هيدي التسويه هي شو؟ حصص كنا عم نحاول نعمل تسويه لنقطع البلد. عم بقول لك كان همنا الوحيد نوصل لاخر النفق، ولكن ما بدهم، ما حدا مصلي على اللي بيعبده، كل واحد بيصلي على الرب، على رب خاص فيه، ما حدا عم بيصلي على ربنا الوحيد الواحد الاحد. طيب بعدين معلش تقولي لي نحن متفقين مع حزب الله. لو نحن متفقين مع حزب الله كان الرئيس عون بمكان وجبران باسيل وحزبه بمكان اخر، لو حزب الله فعلا ضدهم فما بقى اي حدا يركب علينا اصلا.